واهربج واهربج ولا مزوق فيك ربيه واربي انا مزوق فيك من غير جوز ربيه واربي انا من غير جوز ربيه انا مزوق فيك ربي واربي انا مزوق فيك واربي انا مزوق فيك هذا مالو صابحين وانا في حاله اللي ما نعطي منه الحد واربي سخرتهم وقلت لي جيب الزيت صابحين مالو صابحين واربي انا مزوق فيك ربي نقول انت مالك واربي انا مزوق فيك واي انت مالك امري اسقع امري وانت على من تليتيني وعلى من خليتيني انا اللي غنموت ها غنموت غنشوف واش دار خاصك جاب الله الصاد الصاد ها نمشي نجيبك القي ها العدو الصاد ها اميتي يا كابون وقاره من هذا الشهر وانا نتعاقل معاك قلت لك اكتب لي لا عندكش بعد خطوطه ها هذا الشيء اللي صافي تاتك وقلتي هذا وليتي اثنين انت لما خليتيني انا خليتيني على الدف وربي ها وربي شو فين وشنو مرات اش غنجيب لك ها اش غندير لك درك دير لي على من غنغوت جيب الحام اميتي فين غنصد اميتي من غادي نعطيها اميتي لوالي لي تالي واه يا ربي اه وفين غادي نعطيها واه يا ربي على من غادي نغوت وربي لا بني قال وليد وربي اه ما تكوش كارتك تاش غندير تعال من غنغوت درك وعلى من ها على من على عقود فين غنمشي فين غنعطيها وربي اه اه وامي غوتك على الفقيق العلي ما بغيت لو انت يمكن تعدول انا يا ميتي وربي اه ميتي يمكن تعدول وربي اه امي يا امي اه جيبك العدول عتقي عتقي ها عمي بقي يقرا علي امي زيد زيد شرب خويا زيد مقطر لي ناري ميتي ناري ميتي تجيب لي الحام اميتي ميتي اميتي ميتي اميتي ميتي ميتي حامد هذاك الملمى ما كانش واحد هنا اش ندير ها اش ندير نهار عطيها انا صحيت بلا وقت ها شكون غادي ندير غنصد ها قربتي اخويا تعدول هنا وكراني في البيت القاضي ديال السيدة بنت حاجة خلينا على طول اش ندير لك؟ الماء ها هو الماء ها هو الماء عتقوني يا عباد الله وعباد الله عتقوني ولا عادو شي حاجة يفيدني بها اخوتي ولا عادو شي حاجة يفيدني بها ها هو الماء ها دوي عتقوني الله يرحم لكم الوالدين واربي انت عدول هنا ما فيه واربي انت شبغيتي العدول القي فقي تعاقلوا تعاقلوا انت شبغيتي الفقي تعاقلوا انت بغيتي الطبيب لا ناري بغيتي الطبيب انا صحابي نسي خلاص بغيتي الطبيب تعطلتي فغنمشي بقيت مرض لي راسي نيت فغنمشي وراك بقيتي فيا بقيتي فيا كاع قلت لي سير شوف لا تعاقل اش كنقول قلت لي سير فين غنمشي فين غتمشي فين غادي ها اه فين وصلت ولات هنا شنو هي ها الموت فين ولات غتجي غتجي فين ولات غتجي 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 كاتب لي شي حاجه كون راني استفدتها وغادي يبقى لي حاجه وحوايج لا تا حاجه ما حصلت عليها لا كنت بلا اه شحال بقى لي ها انا عيطت على العدو على القي يجي على القي احنا على بو نبارة انا على قلت لي من ذاك العام انا نتعاقب معاك تكتب لي لا خليتي تجيب كلب وقال لي الحمار ها ما عندي سعد ما عندي بنت ما عندي ولد غادي نجيو مراتي خرجوني
ما كتبتيش لي قال بلاد ها ديري العشاء هي العشاء خليتي لك باش ندير لك العشاء والله ما عشوك الورا ترى ضوقتو لي العشاء انا نقول لك يا الله لا ضقتي من عدي نعشيك ارقد 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 قالت لك العيش العشاء نعشيك قال لك عشيك مويها لا لا ضقتو مويها ديري العشاء وتهلاي فيا وتهلاي في الناس خليتيش لقى باش نعشي الناس خليتيش لقى باش نعشي الله يفي الناس خليتيش لقى شي حاجه ما غيدوي الله ما يحملوني يا من اللي انت لبت فيها شناهي هذه اللي باكه فيها ولا خيمه ولا البلاد والله لا والله لا ضقتي من عدي هذا شنو اي العشاء اه مالو العشاء خليتي الدوار الدوار كلشي يقولي المسامح مسامح كلشي المسامح هاشوف يا بنيتي الله يرضي عليك ركب فيك سامحتي معايا تانا سمحي لي اش خليتي ليا سمحي لي اش كتبتي ليا سمحي لي لا ما تسمحش لي لا ما سامحاش لي خندور لا تسمحش لي خندور دوي سمحي لي قول الدوار سلم عليكم بشعيب الدوار كان يحمل ما علينا كيحملوني دوك انا غنموت سمعي قولي الدوار سلم عليهم قولي مسلم لكم بشعيب وتيا راه ما كتبتش ليك ما عندي مكتب هاك البليده بغاو الورث يعطوك منا شويه مرحبا ما بغاوش خليل ونقول لك واحد الكلمه ديتي الرضا ديالي ديتي الرضا انا مسخوطه في هاد الساعه هادي انا مسخوطه انا مسخوطه انا ما كتبتي ليا وخليتي ليا لوالينا تاني اش قضيت برضاك اش قضيت بيه اش قضيت برضاك رضاك دي معاك دي معاك رضاك انا باغا العاقه انا باغا نولي بلاد انا باغا الوطن هاويلي قالك باغا رضا علاش بغيت رضا سير الخرطة رضاك قالك باغا رضا مرضيه معاك لا سير دمع عليك انا انا باغي يكفيني لا سير دمع علاش شارب شي حاجه ومطلعه عليا وضحها ها هاك تكون مطلعه عليا وخليتيني عيطت العدول عيطت للمقلف قي هاك تكون مطلعه عليا سير الله يرضي عليك من عدي تيش قضيت برداك الله يرضي عليك تيش بغيت رضاك ولكن عدي لك مفاجاه اكتب لي يا البلاد شنو هي قد المفاجاه الله يرضي عليك عدي لك مفاجاه شنو هي قد المفاجاه غتمشي غتمشي تحت المسند طابله سمعي جاو الوراثة لا جاو الوراثة قادر تلامت الوصية رانا كاتب ليك داكشي اللي كاين خيمة كاتبة ليك سمعي نهار ديت لك هاطرة كتبت ليك عقلي كتبت ليك كلشي لا جاو الوراثة سمعي غتلقي داكشي خوضي الوراق خزنايم جمعي كلشي لا بنتي بدا شادت ضربي الطم ضربي الطم سمعي ما تقولي لهم حتى حاجة حتى نهار يخرجوا من رونتم نهار يخرجوا من رونتم يقول لك بغينا رزق ديال خونا فهمتي جيب دي الوراق خليهم حتى يتعشاو عشوني دوك هادي ديال العشاء والله ضقتي من عندي ودوك اللي لقيتيني كاتب لك هادي ديال العشاء والله ضقتي ولا كنت كاتب لي تا فلوس العشاء راه زايده فيا اه فلوس العشاء راه دايزه فيا تما تطمع عليك مني ولا انا ما تطمع المهم انا وصيت عليك المهم الوراق ماشي مكتوب لي تما الكراويله البرويطه شوفي كلشي كلشي المكانة أي حاجة من اللي كدور في الخيمة وخا يكون المخيط شنو المخيط ديالك الخيمة وحذافيرها المساند كلشي ولكن بشرط أنا وصي أنا وصي اللي جاو الوراثة ضحكي ولعبي معاهم وديروا العشاء وتهلاو في الطلبة والدوار المسامح نقول لك شي هذوك الطلبة سمعي والله ملي غيخرج الوراثة سمعي غادوز واحد يومين جاو عندك الوراثة يقول بغينا حق خونا هاك الساعة قول لهم شوفوا حق خوكم ها ولكن انتم راك تغنوا لكم ونشارك لكم الوراق ونتسامح معكم ولكن خرجوا بعد من اللي على كل شيء حرام ما تخليش هنا يلا نوضي الله يعاونك وتهلاي في راسك والمسامحة وسلم على الدوار قاعد